لو بتفكر تشتري عربية ومتضايق من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها في سوق العربيات، أحب أقولك إن خريطة الأسعار دي هتتغير تماماً مع بداية 2024، وتحديداً في شهر يناير. طيب إيه اللي هيحصل وهل الأسعار هتنزل؟ إيه اللي الحكومة بتفكر فيه؟ خليك معايا وأنا أقولك إيه الحكاية. أنا آية الوليل، كمل معايا الفيديو للآخر علشان تعرف كل التفاصيل. طبعاً كلنا عارفين إن مصر انضمت لمجموعة دول البريكس من بداية شهر يناير 2024، وده اللي اتقال لما الحكومة أعلنت الخبر ده، وإننا هيعود علينا نتائج اقتصادية هايلة بسبب القرار ده، وهيكون في فرصة كبيرة للتبادل التجاري بين مصر والدول اللي منضمة للتحالف. طيب إيه علاقة الكلام ده بالعربيات؟ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع من فترة على هامش قمة البريكس مع رئيس التنفيذي للرابطة الإفريقية لصناعة السيارات، وده بعد ما عملوا جولة تفقدية على مركز تحديث صناعة السيارات ومواقع الإنتاج والتجميع ومراحله. ده غير إنه حضر الجولة دي مستشارين كبار ومصنعين في إفريقيا. وقتها الدكتور مصطفى مدبولي قال إن الاجتماع ده بيعكس اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لصناعة السيارات. أيوة، ما هو الرئيس فعلا وجه الحكومة بالاهتمام بالصناعة دي والاعتماد على التعاون مع القطاع الخاص، خصوصا يعني إن مصر عندها بنية تحتية قوية تقدر تساعدها على النهوض بصناعة السيارات، ده غير إن عندنا مناطق صناعية ولوجستية مميزة تقدر تجذب استثمارات وتكنولوجيا في صناعة العربيات. ده غير إن الدكتور مصطفى مدبولي قال إننا قادرين نوفر لهم أماكن تكون مركز للتصدير لمكونات العربيات في شرق بورسعيد. رئيس الوزراء كمان كان شايف إن صناعة العربيات في مصر هيخليها تكون مركز للصادرات مع شركات كتيرة عالمية في مناطق مختلفة في العالم، وده لأن مصر سوق كبير في الشرق الأوسط، وإن الخطوات اللي الحكومة بتعملها دي هتكون ترجمة فورية لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة دي. لو هتقولي مصر ما عندهاش مهندسين وفنيين يصنعوا، ده غير ان الحكومة ناوية تعمل مراكز تأهيل محلية واقليمية للصناعة دي. هقولك الكلام ده مش حقيقي، وده لان رئيس الوزراء اكد اننا عندنا الكوادر الفنية المدربة، ده غير القدرة على استيعاب التكنولوجيا العالمية في تطوير الصناعة دي وتوطينها في مصر، وده هيخلي صناعة العربيات تكون للحكومة رقم مهم في الناتج القومي وتساهم في تشغيل الالاف من الايادي العاملة. طيب هل ده كله هيعمله انضمام مصر للبريكس؟ أيوة، المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أكد أن انضمام مصر للبريكس هيأثر بشكل مباشر على الأسعار، ومش بس السيارات، لا ده في حاجات تانية كتير، وأن مصر بعد انضمامها للبريكس هتقدر تستورد من الصين بالجنيه المصري. وخلي بالكم أن مصر من أكبر الدول اللي بتستورد من الصين على مستوى العالم، وده طبعا مكسب كبير للدولة المصرية، وكمان عندك الهند وروسيا. كمان رئيس رابطة تجار السيارات قال أننا بعد كده هنقدر نتعامل مع الدول دي بالجنيه المصري، وده أكيد هيخفف الضغط على الدولار، وده لأن وجوده هيكون زي عدمه في عملية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية عموماً.